بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثالث من دروس نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، نسب الرسول صلى الله عليه وسلم أن وسيلة مسألها في الجد وسع شيء، ونسب كيف الكوة عند في البخاري يقول ذكر النسب سأقرأه كلمة كلمة، وطبعا النسب محل اتفاق عند العلماء. وما بعد الجد أجي وسع عش في الناس رخيص، ولكن الله يبارك لنا وسع عش السجس محدود النساء قد سأصل وجه وسع أسمع اسم جدك كم اسم جدك أكديني من بعد اسم اسمه بس جدك توزنك اسكي جواب لا مجاوب أليس كذلك؟ لذلك العرب اسمك المتنون بها للنساء، بل إذ قلنا شفا دي الغارة جرس الغرين غاز الغرين على ولكن شفوع يحديو بتاريخ الفلاني الاسم الفلاني الاسم الفلاني مما نقص جاك الناس الجهن بالفاس إلى آخره، مما نقص الغارة وصهارات الأنساب إلى آخره. يهتمون بالوالي الناس فرح الآن ينقص شيئا فشيئا، خاصة مع الضغيات نظافة المصدر النوات السوسيولوجي، لكن دو كاتيجوري دو شو الأسرة النوات الأسرة الممتدة. الأسرة النوات يعني بابا حقيقي كان لا من الأسرة الممتدة لا إلا الجدود لا عمون إلى آخره، وتجد الأسرة أما في الشرعي فأما في الجدي في الأخر. نسب الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بن عبد الوطن جد هاشم بن مناف بن قصيد بن كلاب بن كعب بن أمي بن غالب بن ثهر بن مالك وكيل بن سدش وبعدين نظر بن كنان بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن معد ذهبي المندقي في مسلم البخاري الإمام الذهبي وغيره سير سوى إلى الخلاف، ولكن الله يبارك ألما إلى وجد 19 يعني خير كثير. لذلك كما يقول العلماء الإنسان إن النبي صلى الله عليه وسلم عنده طهارة النسب، التجارة عنده طهارة النسب، والغريب قارن في التاريخ حكايات مواقف بطولية ورجولية لأجداد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في الجاهلية حتى في قبل الإسلام شيء عظيم جدا سبحان الله خطر هكذا. لذلك لهرقل مثلا بغدادي بين سلو فينا الناس مالا أيضا رواه الإمام البخاري بن سيدنا أبي سفيان بن ياس نبي الله طبعا كان كافر مبتلى بن ياس نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بن ياس هو فينا النسب هذا رواه الإمام البخاري. وروى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل اصطفى كلمة من ولد إسماعيل خطر معه أن يكون من سورة إسماعيل إلى إبراهيم يعني خليل الرحمن مع النسب ينتد إلى إبراهيم خليل، واصطفى قريش من كنان، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم معناه بحيث أن اختار الصحابة عز وجل اصطفاء اختيار. لذلك هذا الحديث رواه الإمام مسلم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ يوم الاثنين 12 ربيع الأول 570 للهجرة عند أصح الروايات، الموافق لعشرين أفريل 570 أو 71 من ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام، يعني شهر ونص بعد حادثة الفيل. خطر حادثة الفيل بالظاهر ظهر تقريبا في أوائل مارس، إذ ظهر أسميديوسا أبراها أبراها من الأشرار ميديوسا بشدير بن كعب زرابيل سي اليمن يولوا الغشو سرقنا المكة إلى آخره، يبغى ما يبش يصرف نظره إلى مكان آخر
السواكين النصراني يخدم في الكنيسه في صنعاء عاصمه اليمن الحاليه اسميس القليس، كنيسه اسميس القليس، يخدم الدعايه باش يكون لاشي تسنى الوصل جن كان جن كان يحسب ذوال كان فلو كان في نوض كان ذا المحال ولا شخص يقصد المؤمن يقول غاشي يقول مثلا الكعبه الشريفه الكعبه الشريفه ولا حضر يقول جدا المهم هو سوى عام فيه سميس عام فيه الوقت اللي كان هو كان التاريخ بالاحداث بالواقع صافي المؤرخ قال بلي دارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أول نص تقريبا بعد واقع حادثة الفيل أسميت يوسى براء الأشرار وهو قائد لجيش كبير أقوى الروايات 60,000 جندي 60,000 جندي إذ يبوي باش يقتلوا ذاك العام وريسمي راه صار قصة يحكي سيدنا ربي الله الكريم ألا ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في ظهري إلى آخره جماعة الخير لا حول ولا قوة إلا بالله صافي الشمس بعد ذلك في 10 أبريل يعني 12 ربيع الأول 570 من ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام أو 577 يدير النبي صلى الله عليه وسلم 10 أبريل هكذا 570 طيب في ورقة شعاع الخير في النهاية نختم زوج بدعوة إبراهيم وبشرى عيسى أولا دعوة إبراهيم ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم في الآية 129 من سورة البقرة مقدعا ربنا وابعث فيهم رسولا في هؤلاء ذكر الجزيرة العربية أهل مكة منهم عند ودسنا يعرفون سيرته كما سنقول في الحلقة القادمة نظرك الكرديانس سنرثيرتينس تارجينس سيريس كل شيء يغاد بكبر 40 سنة يغاد النبي الرسول وعلى فكرة من قوسين ممكن تلقى في بعض الكتب يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ولد في رمضان على ان يكون بعثة نزل القرآن بدا نزل القرآن في رمضان يعني صافي لقد ولد رمضان صافي كاين اللي قال لك بلي ولد في رمضان ليس في رمضان ولكن بقى هو الروايه 12 ديالها هذا يكون كثيرا المهم انه رب سبحانه استجاب دعاء ابراهيم كما قال القران ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم رب استجاب لدعاء ابراهيم الخليل وبشرى عيسى عليه الصلاه والسلام كما ورد في سوره الصف السادسه واذ قال عيسى لمريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا في رسول ياتي من بعد اسمه احمد بعد ان ياتي الى اسمه شرع الحلقه القادمه اسمه اسم محمد مش اسم محمد جد عبد المطلب ولكن في القران هو اسمه اسم احمد من بعد القصه النبي صلى الله عليه وسلم مع احمد ولك لأنه أحمد الحمد أتصفت في صورة الزرورة في سلسة الحمد لله رب العالمين أهل الجنة ما ريش الجنة في كرة يحكي القرآن في صورة الزمر أكشن كان جنة جميلة الحمد لله الذي صدق له وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أمان للصلاة الذي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وأسلس أحمد سمي كذلك لأنه أحمد الحمدين أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا ويرضى ويجعلنا إلى عين خير